اليوم تم تنظيم أكاديمية الجامعية للترافع حول قضية الصحراء دوليا. يروم هذا المشروع إلى تصحيح المغالطات القانونية حول قضية الصحراء، ويعني تأطير الطلبة من أجل الترافع والمناصرة دوليا حول قضية الصحراء المغربية، خاصة كملتمسين في اللجنة الرابعة وفي جميع المنتديات العالمية. وبالتالي هذا المشروع يمتد في إطار عمله على سنة متكاملة، بحيث أنه من المتوقع أن تكون مخرجاته أن يكون هناك مؤلف جماعي أكاديمي قانوني في هذا المجال، بالإضافة إلى دليل تبسيطي وتوضيحي لجميع المتدخلين في الترافع حول قضية الصحراء، يعني مستوى الطلبة الباحثين أو جمعية المجتمع المدني أو المؤسسات الوطنية أو المجالس المنتخبة. وبالتالي سوف يهدف إلى المساوجة ما بين التطوير النظري القانوني الأكاديمي والورشات التطبيقية التي سوف تعتمد على الخبراء والممارسين في هذا المجال. طبيعة الحال الكلية انخرطت مع رئاسة الجامعة من أجل إصدار مجموعة من الكتب التي سوف تؤطر الباحثين في هذا المجال، بل أكثر من ذلك نهدف كأساتذة إلى إخراج ماستر في القانون العام حول الترافع الدبلوماسي على مختلف القضايا الوطنية بما فيها قضية الصحراء المغربية. وبالتالي كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأيت مليون أصدرت 3 كتب ترافعية حول قضية الصحراء، وهي متواجدة في مجموعة من المؤسسات الوطنية ومجموعة من الجامعات الدولية بما فيها الكونغرس الأمريكي واللجنة الرابعة، بل أكثر من ذلك يتم إرسالها إلى وزارة الخارجية وكذلك الناطق الرسمي أو الممثل الرسمي للمغرب في داخل الأمم المتحدة.